حروب غير متكافئه يخوضها ابناء تعز والحديده وعلى اكثر من جبهه، اذ يعود وباء حمى الضنك والملاريا ليتفشى مجددا بصوره هائله بين سكان تعز والحديده في ظل غياب شبه تام للرعايه الصحيه. مع اي 115 مريض اضطرك فوق الورقه مجان المفروض تصرف من الصدريه، يرجع المريض يشتري ورقه رسميه. هذه واحده من العوائق. في تعز المحاصره اعلنت مؤخرا حاله الطوارئ لمواجهه وباء حمى الضنك. لكن المدينة لم تشهد استجابة توازي وضع المدينة الكارثي بحسب احتجاجات المواطنين حمى تقي في روسيا حمى قوية حمى قوية تقي يوم يعني مرة بمسك بالحلق الراس ها يعني نطالب بفك الحصار هو هذا كله سبب الحصار المدينة كلها مدمرة المدينة محاصر وهذا سبب الحصار هذا سبب الحصار طلب بأدوية لحمى الضنك والحمى الفيروسية التي أتت مؤخرا في محافظة تعز الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبل أتينا إلى المستشفى نبحث عن أدوية لا يوجد أدوية مجانية بل نأخذ نشتريه من برا أما في الحديدة فقد انتشر الوباء في عدد من المديريات في ظل عجز المراكز الصحية عن استقبال الحالات المصابه. انتشرت حمى الضنك في محافظه الحديده بشكل فظيع. و... والمستشفيات في محافظه الحديده تعجب المرضى فاذا لم تعمل الجهه المسؤوله حل سريع لهذه المشكله ستنو... سنواجه كارثه انسانيه. تتحدث اخر الاحصاءات عن ارتفاع عدد الوفيات الى 59 حاله في مديريات الجراح وزبيد وبيت الفقيه. وسط مخاوف من توسع انتشاره في بقيه مديريات محافظه الحديده. لكن القطاع الصحي في اليمن بشكل عام يواجه انهيارا حادا بسبب انعدام البنيه التحتيه وتوقف معظم المراكز الصحيه جراء الحرب والصراع الدائر في البلاد. عوده فيروس حمى الضنك الى الانتشار مجددا يكشف عن حجم التهاون من جانب الشرعيه في المناطق المحرره والتي لم تشهد اي استقرار في الحياه العامه والخدمات. ناهيك عن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على ابناء مدينه تعز منذ اربع سنوات. قد لا يكفي معالجه المرض فهذه المناطق ستظل مهدده بعوده الوباء ما لم يتم معالجه اسباب الانتشار التي ادت الى عودته مره اخرى